خير، اهلا وسهلا فيكم. انتوا جايين هون على مختبر الكيمياء، واحنا بنرسل كثير اذا انتوا بتكملوا عندنا هون في فرع الكيمياء. الوقت القصير اللي معانا لنحكي فيه على فرع الكيمياء نحاول نعطيكم الماكسيموم. بدي ابدا هيك، انه اول شغله بدي اسالكم، وين انتوا اذا بدكم تعرفوا شو الكيمياء وين بتشوفوها؟ ممكن حدا يقول لي اذا انت قررت ايش اسمها؟ فادي. قررت بدك تعرف شو هي الكيمياء وين بتروحي؟ وين؟ لا وين بتروحي على اي محل؟ انا بدي تاخذيني على محل اعرف شو هي الكيمياء وين بتروحي؟ تجيبيني لهون؟ هي انا وين بتروحي؟ اول شيء بدي اقصر الطريق عليكم. اول اكثر شيء انتم ممكن تتعرفوا على الكيمياء هو في الصناعات الكيميائيه، في المصانع. كل المواد اللي احنا بنستعملها وين بيعملوها؟ في المصانع الكيماويه. صدر؟ هسه شو هي مجالات الكيمياء اللي انتم ممكن يعني اذا تعلمتوا كيمياء وين ممكن تروحوا؟ في عندكم هون مسجل ايش المواضيع اللي لها علاقه بالكيمياء. يعني مثلا هاي هندسة الغذاء، هندسة المواد، هندسة الكيمياء، الصيدلي، الطب، الأثار، البيولوجيا، هاي بتقدر تطلع عليها أنت على اللائحة. اليوم إحنا مرينا مثلاً في تجربة السنتين اللي مرقوا، تجربة قاسية جداً، أي تجربة كلنا مرقنا كورونا، وشفت إنه مين اللي كان سهران عشان ينقذنا من الوباء هذاك؟ بيوكيميائيين كانوا يحاولوا ايش يلاقوا المصل او التطعيم اللي ايش احنا ناخذه عشان ما نصاب بمرض الكورونا. اذا بنوصل احنا عمليا ناخذ القطن هذا بنعمله شفافه واحده على الايد. ناخذ رول جبسين نحطه بالماء ونبلش عملية هذا الجبصين. يعني هذا الجبصين هو اليوم صار يجي في رول هو اهون كمان، بس طبعا كل ما بدنا يكون اشي اخمر بنحط اكتر طبقات. قديش بده وقت ينشف؟ 5 دقائق. صبايا اشي كتير كتير حلو. تعال اشي كتير حلو. استاذ باسم، شو بتحكي لنا شوي عن موجود قدامنا هون؟ احنا شايفين هون زي رحله فيرتواليت بلطها، الهدف تبعها انه كل الاشخاص اللي بخافوا، الطلاب اللي بخافوا من المرتفعات، حتى يجربوا يشوفوا حالهم كيف ممكن يكون عالي، كيف ممكن الشيء يتماشى معاه. يعني بهمش بس هون شو بيعني الشيء للمدرسه، يعني باليوم المفتوح لاي موضوع؟ هذا الشيء احنا مرات كثير كمدرسه مرات كثير بنعالج عده شغلات اللي هي بحياتنا ممكن ما نحسها باليوم يوم. حياتنا ملانه فيها مخاوف، فالهدف تبعنا حتى نقدر نعمل نولط هذا الحاجز تبع المخاوف، نعمل تجربة معينة مع الطلاب، وهذا مهم كثير احنا نقولته ونعمله. شكراً. على 6 دقايق. طب قد العضلات والجلد؟ 6 ساعات. من 4 ل6 ساعات. طيب ليش احنا بنخاف من النزيف؟ عشان يصير في
ممتاز اللي هو التلوث. طب كمان ايش كثير مهم، ليش احنا بنخاف من النزيف؟ ليه؟ بفي الدم. فاحنا ايش بيصير عندنا شيء اسمه اسكيميا، واللي هي نقص اكسجين للخلايا، صح؟ طبعا بدكم كمان اعطيكم تجربوا مع الصف. يلا تعالوا. طالب واستاذ اللي هي عن جد بدكم اياها تكمل كل العمر، احنا شخصيا جيلنا كثير تعلق باستاذنا وكثير حب الحصه وحب الاستاذ، ويعني لدرجه ان احنا بدناش نتخرج بس عشان نضل مع هذا الاستاذ وهاي الحصه وهذا المحل اللي هو تقريبا يعني محل الراحه تبعنا. فوق هيك الالكترونيكا هو الفرع الوحيد مدرستنا بالمنطقه اللي هي القريبه علينا، يعني معليا ما فيش فيها الكترونيكا عندك كوفي يسيف، كل هاي المحلات ما فيش فيها الكترونيكا وحاسوب بس احنا عندنا. فعن جد الناس اللي متعنيين بانه تفوت بهذا الموضوع متعنيين انه تصير مهندسه محجبين او شيء بالمستقبل، فانا عن جد بنصح فيه وعن جد بنصح بانه تستمتعوا بكل لحظه فيه اذا قررتوا تفوتوا، لانه هاي اللحظات مش راح ترجع، وهذا عن جد يمكن احلى شيء عملته بحياتي واكثر شيء انا مشكوره انه عملته بحياتي، فبنصحكم تعملوا نفس الشيء. اوكي شكرا لك. يلا تعالوا نكمل.